بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق باي فيو في جزيرة لانكاوي، نصور غرفة من نوع اكزيكاتيف سويت. غرفة من نوع اكزيكاتيف سويت في فندق باي فيو في جزيرة لانكاوي. طبعا الغرفة لديها حمامين، حمام يتبع الصالة وحمام آخر يتبع الغرفة. هذه هي الصالة، صالة صالة الغرفة. هذه الصالة وهذه مدخل الغرفة. طبعا يوجد باب عازل بين الصالة والغرفة. غرفة من نوع اكزيكاتيف سويت في فندق باي فيو في جزيرة لانكاوي. الغرفة إطلالتها على البحر، وكما أسلفنا سابقا أنه يوجد لها ميزة مع غرف الإكزيكتيف كاملة، أنه يوجد فيها بعض الأشياء المجانية. هنا ميني بار في الغرفة، وهذا الحمام الثاني ليتبع الغرفة، حمام ثاني يتبع غرفة من نوع إكزيكتيف سويت، تصوير شركة المحيط السياحة في آسيا. هذه هي الغرفة. يوجد أيضا فيها تلفاز. وهذه إطلالة الغرفة على البحر، إطلالة الغرفة على البحر. غرفة من نوع سويت في فندق باي فيو في جزيرة لانكاوي، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.